حيث قام الرئيس الغابوني علي بانغو بزيارة تفقدية لملعب ديويام الذي شيد حديثا لاستقبال مباريات الكأس السمراء. وقام بانغو بتفقد مرافق الملعب الذي بدأت الأشغال فيه عام 2015 ويتسع لنحو 20,000 متفرج. ومن المقرر أن يستضيف مباريات المجموعة الثالثة التي تضم المنتخب الوطني المغربي ومنتخبات الكونغو والطوغو بالإضافة للكوت ديفوار. وتم تخصيص 4 ملاعب لكأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق في 14 من الشهر الجاري. فبالإضافة لملعب أويام يوجد ملعب لاميتي في العاصمة ليبروفيل وملعب فرانس فيلي في مدينة فرانس فيل وملعب بورت جينيتال. وقال بانغو على هامش هذه الزيارة التفقدية أن من يدعون لمقاطعة العرس الأفريقي ليس جديرا بتمثيل البلاد، مؤكدا في الوقت نفسه أن السلطات الغابونية على أهبة الاستعداد لتقديم كأس قارية متميزة. في هذه اللحظة القارة الأفريقية تثق بنا وكذلك أشقاؤنا الأفارقة، وكل دعوات المقاطعة لا تعبر عنا أو عن أمتنا وعن فخرنا الوطني ورغبتنا في أن نكون محل ثقة الأفارقة، ونحن لن نظهر عظمتنا عبر المقاطعة.